النهارده زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن ليلة نصف من شعبان، وهنتكلم عن أسبوع الآلام وعن عيد القيامة المجيد. الحقيقة الإخوة كانوا قالوا لي إن هم عاملين زي تقرير كده في الشارع، صوروه في الشارع، خدوا رأي الناس أو سألوا الناس إيه اللي أنتوا عارفينه عن احتفال المسلمين بليلة النصف من شعبان. التقرير جاهز يا إخوانا؟ ناخد التقرير ونشوف الناس قالوا إيه، ونرجع علشان خاطر يعني نعلق على ما قاله إخواننا، ونعرف حضراتكم لماذا نحتفل بليلة النصف من شعبان من كل عام. تفضلوا. نص شعبان والله ليلة مفترقة، اعرف ان بيترفع فيها الاعمال، ولازم يعني الواحد يتقرب من ربنا على قد ما يقدر. يعني نصف شعبان بيبقى قبل رمضان باسبوعين. في ليله نصف من شعبان بيصعد اعمال الرجل المسلم للسماء، وطبعا بيتقبل فيها الدعاء. الليله بترفع فيها الاعمال سبحانه وتعالى الى الله عز وجل. عمليه النصف من شعبان تم تغيير القبله من المسجد الاقصى للمسجد الحرام. الرسول عليه الصلاه والسلام يعني مفضل فيها ان احنا نصوم فيها، نحيي الليله فيها. الاعمال بتطلع فيه، فالنبي كان عليه الصلاه والسلام كان بيكسر في الصيام في شهر شعبان، علشان كان بيحب ان اعماله تطلع وهو صايم. شعبان كله الحقيقه كرامات. نص شهر شعبان. الشعانين ده يوم بيحتفل بيه الاخوه الاخباط. عيد مسيحي قبطي طبعا، وبتحتفل بيه المسيحيين في الصوم الكبير، اخر اسبوع في الصوم الكبير. حد الزعف اعتقد ان هو له علاقه بالنخيل او حاجه زي كده، يعني دوت خاص باليهود. احد الشعانين والله ده حاجه مناسبه خاصه بالاخوه المسيحيين. ده عيد تبع الاعياد القبطيه المصريه اللي بيحتفلوا بيها المصريين منذ ايام الفراعنه. لا ما اعرفش الصراحه. ده حد الشعانين ده تبع الدين المسيحي. ايه الشعانين؟ لا ما اعرفش. أكثر من 1400 عام وعلاقة قوية تشبه الفولاذ بين مسيحي ومسلمي مصر، ولكن لم تكن هذه الفترة كافية ليعرف كليهما طقوس عبادة الآخر. إيهاب العدوي، الصديقان، قناة المحور.